اليوم شو المطلوب من الدولة اللبنانية يلي هي بعدها لهلأ كان على أساس أنه رئيس الجمهورية قال أنه الخط 29 هو خط تفاوضي و 23 هو خط الدولة اللبنانية؟ أول شيء لنبلش أنه المسألة موجودة عند رئيس الجمهورية، هو بحسب الدستور يتولى التفاوض حول المعاهدات الخارجية، ورئيس الجمهورية ب 12 شباط الماضي قال أنه الخط 29 هو خط تفاوض، وبالتالي تخلى رئيس الجمهورية عن 1430 كيلومتر. الظروف اللي كانت وقتها هوكشتاين والأمريكان كان صهره جبران باسيل على العقوبات، وكانوا مهددين فريقه أحدهم الياس بو صعب اللي هو تولى بعدين التفاوض مع الأمريكيين أو التواصل معهم، والآخر سليم جريساطي، كانوا مهددين بالعقوبات. نحن مصيرنا كلبنانيين وعشرات أو مئات مليارات الدولارات بالبحر لأولادنا وأحفادنا راح تروح على ما يبدو منشان نرفع العقوبات عن جبران باسيل ونحمي فريق رئيس الجمهورية من العقوبات. بهذا الوقت حزب الله تورط بأنه سمح للرئيس عون أنه هو يقود هذه المسألة بحسب صلاحياته، بس كمان في مسؤولية تانية تقع على حزب الله بغض النظر عن المسألة السياسية، بنحكي بعدين بالعنتريات وغيرها. بالتقنة المرسوم 6433 موجود عند ثلاث وزراء، وزير الأشغال علي حمية اللي هو وزير حزب الله، وزير الخارجية، وزير الدفاع. من بعد ما الحكومة الماضية حسان دياب مضى المرسوم وحوله لرئيس الجمهورية اللي رفض يمضيه للأسباب اللي حكينا عنها، رجعوا قالوا الحكومة الجديدة بقى ترجع تمضي عن جديد، والوزراء بدهم يمضوا. الوزراء ما مضوا، أحدهم وزير حزب الله. هلأ كان في وزير وزير العمل عم بيخبرنا قديش يعني لبنان قوي وما بعرف شو، لا بيقول انه لازم يشدوا ركابهم المسؤولين بالدوله اللبنانيه، لانه اليوم حزب الله اخذ موقف، يشد ركابه الوزير علي حمية، خذوا قرار ونحن بنتصرف على اساسه. قبل ما يدعي الناس تشد ركابها وزير العمل، يدعي زميله وزير الاشغال علي حمية يشد ركابه ويمضي المرسوم، ويشد ركابه وزير الخارجيه اللي بنعرف علاقته بحزب الله ويمضي المرسوم، ويشد ركابه وزير الدفاع اللي بنعرف علاقته بحزب الله ويمضي المرسوم، ويحولوها لنجيب ميقات اللي يشد ركابه ويحولها لرئيس الجمهوريه. مين يعني انا بدي شد ركابه؟ بل المرسوم عند الوزراء تبعهم، يشدوا ركابهم هن، عم بيدعونا نحن نشد ركابنا؟ لا، هو عم يدعي الدوله بمسؤولية. اي دوله؟ ما الدوله كلها معه، مشغول علي حميه بده يعمل دكتور بالجامعه متفرغ، يمضي المرسوم. لا، طلب بعدين. هلا بعتقد انه طلب لانه استحى صار حمله عليه، بس ما مين طلب يعمل دكتور؟ هو طلب يشدوا ركابهم الشباب. فريق رئيس الجمهوريه باع مستقبل اولادنا بالخط 29 برفع العقوبات. طيب، بقابل جايه بعد شهرين في اعاده نظر بالعقوبات، اذا رفعت العقوبات عن جبران بتكون الصفقه تمت مع جبران. إذا ضل جبران على لائحة العقوبات نكون بعدنا بنفس الدوامة. خلينا نشوف بقاب شو حيصير مع جبران باسيل. طيب، بس هون للإنصاف ممكن يكون في وجهة نظر باللي عم تقوله، لأنه أصلاً سمعناه كتير، بس اليوم هذه مسؤولية مش بس رئيس الجمهورية، هذه مسؤولية أيضاً حكومة مجتمعة. يعني اليوم في معركة اشتباك كبير دائم بين نجيب ميقاتي وجبران باسيل، فاليوم بإمكان نجيب ميقاتي أن يضع هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وأن يقر مجلس الوزراء هذا المرسوم اللي هو 6433 وإحالته إلى مجلس الأمن. سبق أن أقره حسان الدياب ووقعه وحوله إلى بعبدة وعلق بأدراج بعبدة. يعني بدنا نرجع نعيدها، قبل ما يمضي رئيس الحكومة بدون يمضوا الوزراء المعنيين اللي هن وزراء حزب الله بشكل أو بآخر. مش هو وزير حزب الله عبدالله أبو حبيب، من هو وزير حزب الله؟ الوزير المعني الأول هو وزير علي حمية، المعني الأول وزير الأشغال هو وزير حزب الله، بس يمضي لكل حادث حديث خلف الدولة. كان عم بيقول وزير العمل علي حمية أنه حزب الله خلف الدولة، هيدي خلف الدولة عشان يتهرب من مسؤولياته. لا لك ليش؟ فيني أسألك بس قبل ما تقول، لما نقول هيك، لما يقول حزب الله أنه هو خلف الدولة منقول عم يتهرب، لأنه مش خلف ولما الدولة. يجي حزب الله يقول أنا بدي أخذ زمام المبادرة وأنا بدي دافع، منقول أنه هو يتخطى الدولة. بدنا نقرر شو بدنا. يا ست جوزيفين، أنا مصدقه أنه هو بده يكون خلف الدولة، ماشي، بس ما هو مش خلف الدولة. هو لما
بيطلع بيقولوا مسؤولين وصار لهم جمعة يا بتعملوا حكومة معنا يا 7 أيار، هيدا مش خلف الدولة، هيدا سلاح. هل هو فقط للتهديد للمشاركة بالحكومات؟ بس انتو فسرتوها هيك، انتو فسرتوها سبعة يعني حزب بعض انتو يعني بعض الصحفيين والمحللين فسرتوها انه هو كان النائب محمد رعد والسيد نصر الله عم بيقولوا انه يا بتجوا بتشاركوا معنا يا 7 أيار، هو عم بيقول غير هيك. هو قال تعيدوننا الى مرحلة 5 أيار. شو يعني؟ شو صار بخمسة أيار؟ صار فيه حطوا الخريطة على الطاولة بخمسة أيار وعملوا 7 أيار. شو يعني تعيدوننا إلى أجواء 5 أيار؟ طب بناء على هذا الموضوع شو رح يصير هلأ بالحكومة؟ هيدا السلاح أنا بدي أقول بس يكون خلف الدولة ما بيحكي هيدا الحكي. أما وأنه بيحكي هيدا الحكي فهو ليس سلاحا خلف الدولة، هو سلاح قدام الدولة. بدي خبرك شغلي، وين المشكلة؟ وين مأزق حزب الله؟ وين مزروك اليوم؟ ترسيم هو الاسم الحركي لنزع السلاح، لأنه الترسيم هو كش ملك أو إذا بدك كشمات. إذا رسموا الشباب وطلعنا النفط وامتد الترسيم على شبعة انتفى دور السلاح. هو قال بدي حرر شبعة بدي احمي النفط، وإذا لم يرسم لازم يعمل حرب ضد الاعتداء الإسرائيلي، وإذا ما عمل الحرب لشو السلاح؟ على الميلتين حزب الله في مأزق، لا قادر يروح على الترسيم ولا قادر ما يروح على الترسيم. طيب عم تقول انه حزب الله في مأزق، لا قادر يروح على الترسيم ولا مش قادر، بس شو بدنا نعمل بالثروة؟ يعني هلا اليوم مطلوب موقف، بعتقد بحسب المعلومات الواردة حتى هذه الساعة انه عم بيصير في تواصل واتصالات بين المسؤولين اللبنانيين ليشوفوا شو بدهم ياخذوا قرار وشو هي الخطوة كمان بتنسيق مع حزب الله امام هذه الخطوة الإسرائيلية، لانه بعد عندهم اشهر 3 أشهر يمكن هن بضلوا قبل ما يبلشوا يستخرجوا لحتى يبعثوا المرسوم ويقروا إذا بدك حقوق لبنان بالخط 29 عبر إرسال المرسوم إلى الأمم المتحدة. بعثت رسالة على الأمم المتحدة طبعا، والناس بتعرف عنها، نعرفها وتابعناها، سحبت عن الويب سايت وبعدها ومش بعدها. ما على فكرة هذا التخبط التقني، بس يعني هذا انسحاب عن الويب سايت تبع الأمم المتحدة، ما دخلوا لبنان فيه ولا دخلوا. لا يعني أنا معلوماتي، معلوماتي الدقيقة انه هاي الرساله لا تسحب الا بطلب رسمي من لبنان او باتصال بين رئيس الجمهوريه والامين العام للامم المتحده. لا يوجد اي طريقه لسحبها غير هول البابين، وبالتالي نحن سحبناها، سحبوها الناس اللي عم نحكي عنهم المتورطين. بدي اذكر بشغله كمان، السيد حسن نصر الله قال اذا منعونا بالقوه سنمنعهم بالقوه. هو بيعرف انه نحن هلا ممنوعين من استخراج نفطنا بشكل أو بآخر، نحن ممنوعين من استخراج النفط. مين منعنا أستاذ محمد؟ يعني نحن اللي أخذ الشركات واللي أخذ البواخر، مجتمع الدولي منعنا نستخرج نفطنا. ما معك خبر؟ إذا ما معه خبر السيد حسن أنا عم خبره هلأ، هم يمنعوننا بالقوة. هو قال إذا منعونا بالقوة سنمنعهم بالقوة. هو اللي منعنا حتى الساعة هو القصور ببعض الخطوات اللي يجب على الدولة اللبنانية أن تقوم فيها وما عم بتقوم فيها، هذا اللي منعنا. أي قصور؟ لا مش قصور. في تخلي دولي إذا بدك عن لبنان يمر بهذا التخلي، عدم استخراج النفط. طب شو بد يعني هلا شو الطرح اللي عم تطرحه حضرتك اليوم في هلا اللي عم يسمعوك بيقولوا شو هل تطلب يعني انه من حزب الله انه يشن حرب كرمال هذا الموضوع؟ لانه اذا شن حرب بتقولوا انه راح اخذنا على الحرب ونحن مش ناقصنا، واذا ما شن حرب بتقولوا حزب الله قاعد على جنب. اذا شن حرب بيكون متصالح مع نفسه، ما بيكون عم يعملنا خدمه. هو يقول سلاحه للدفاع عن النفط وعن الحدود، هيدي حدود وفي نفط. إذا شن حرب يكون قد تصالح مع منطقه. نحن ندعوه لما نحكي، نحن بتقولي أنتو يعني الناشطين والناس اللي والصحفيين اللي والصحفيين يعني لما بيقولوا ما عم ندعوه ليعمل حرب، عم ندعيه ليتصالح مع منطقه. عم نقله أنه أنت غير متصالح مع منطقك، أنت بتقول شيء وبتعمل شيء. أما اللي لازم ينعمل فهو في رئيس للجمهورية، بارح رئيس الجمهورية قال طلب من قيادة الجيش تزوده بالمعطيات، على أساس هو ما عنده المعطيات. يعني لك 6 سنين 5 سنين بالقصر الجمهوري ولهلا لبدك المعطيات؟ راحوا النفط وراحوا المصاري وراحت الحدود، هلا بدك المعطيات؟ امبارح بالليل اذا ركض بدك المعطيات. قصده المستجدات انه شو؟ لا هو استعمل المعطيات الدقيقه. ما في مستجدات، المعطيات الدقيقه. بعده انا بحب طمنه، بعده الخط 29 مطرحه،
بعده الخط 23 مطرحه، والمعطيات هي اللي سمعناه بالاخبار. طيب. اجت الباخره وقعدت وشهر او شهرين وحتبلش تشفط من النفط تبعنا.